هذه الأجواب على هذه المباراة، كل شيء يدعونا لمشاهدة ممتعة بطبيعة الحال. نهائي يجعل الكل يترقب في وجود هذا الكم من النجوم وحافز تحقيق اللقب. لا يوجد ما هو أكبر من هذا الحافز. بالتأكيد كل لاعب مطالب اليوم بأن يكون بتركيز عالي، كلا المدربين، كل اللاعبين والمشجعين يترقبون ينتظرون. من مدينة ريو نتواجد وإياكم هذا اليوم في ملعب ماراكانا الشهير، اللي يعد واحد من أكبر وأشهر الملاعب العالمية. دقائق بسيطة هي كل ما يفصل بين هذين الفريقين وبين تسجيل اسم أحدهما في التاريخ بأحرف من ذهب. هذا هو حوار الأبطال، حوار الكبار. من سينتصر في هذه الليلة الكبيرة؟ من سيحقق هذه البطولة؟ ومن سيكون عنده خيبة أمل في يوم كبير مهم بالتأكيد في تاريخ الناديين؟ استقبال جميل من جانب غوميز. الكرة ملعوبة إلى الأمام، يفقد توازنه. كرة طولية إلى الأمام، مينيز، رمية جانبية. إذن عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. غوميز يحاول أن يلعب كرة بينية، ها هي التسديدة، الكرة خطيرة. كرة إلى الأمام، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يمر ويلعب كرة بينية، يسدد الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. اختراق جميل على اعتاب المرمى. عدت الكرة، تسديدة من اول لمسة. الكرة في المرمى، يا سلام. سدد كرة جميلة.
نتابع المباراة والنتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. كرة طولية من الحارس. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. تلعب الكرة إلى الأمام. يلعب كرة بينية. لمسة بينية. اللاعب وحالة انفراد. فرصة للتسديد. والكرة في الشباك. يعيشون أوقات رائعة الآن. هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس. أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. هدفين مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماماً في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداءً مبهراً في مباراة اليوم. يحاول تمريرها من بين المدافعين. تصرف بشكل جيد. نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. يسدد من مسافة بعيدة. يا له من تصدي من حارس المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مينيز يلعبها لمنطقة الخطر. تدخل جميل واعتراض أجمل. يحاول أن يلعب كرة بينية. تسديدة في اتجاه المرمى. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يبحث عن المهاجم. إبعاد خاطئ. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. كانت قوية. لم يكن في الإمكان أفضل مما كان. لذلك قام بتسديد الكرة. وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. تابعنا 45 دقيقة إذن من النهائي حتى الآن. سيبدأ اللاعب الآن. نفس الأسماء التي بدأت المباراة. مينيز
يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة ربما كان يستحق البطاقة، لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. أفقد الخصم التركيز، التوازن، ينطلق إلى الأمام بسرعة، يلعب كرة بينية، عنده والتسديد وينجح في استعادة الكرة، تسديدة أخرى، يكون عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم، يلعبها لمنطقة الخطر، ضغط قوي وينجح في استعادتها، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، كرة طويلة للأمام، يمر ويلعب كرة بينية، الكرة ملعوبة من مسافة، إمكانية مرتدة الآن، ينطلق بمجهود فردي، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه، غوميز، بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل، سيتم التبديل الآن، يلعبون كرة قدم حقيقية بعد الهدف، يقدمون أداء مقنع، تقلص الفارق إلى 2 الآن، كرة من جهة اليمين، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، كرة إلى الأمام، وفي الأخير يرجع الحارس في الوصول للكرة، يستعيد الكرة سريعا، يلعب كرة بينية، نقل كرة إلى، يلعب كرة لوب جميلة، الكرة ملعوبة من مسافة، لمسة بينية، كرة تمر من الجميع، مينيز بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه اللقطة مخيبة للأمال، تغييرات عديدة الآن، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، تسديدة بهذا الشكل جميل، تحب أن يكون عندك حارس مرمى بهذا المستوى،
الكرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين. الكرة للأمام، يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. فرصة هجوم معاكس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. لعبة جميلة تسديدة أجمل. لم تمثل هذه الكرة أي تهديد. هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرته على نقل هجمة في ثواب جوميز. الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا. هجمة مرتدة الآن. يمر يلعب كرة بينية. انفراد أمام حارس، يلعب كرة ترتد من القائم. حلوة جدا هذه اللعبة لكنها لم تكتمل، لم تنتهي في الشباك، لا يزال عندهم شيء ناقص. والآن عملية التغيير. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يلعب كرة بينية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. لعبة في منتهى الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. الأمور حسمت تماما بهذا الفارق من النتيجة. ليلة للتاريخ بأتم معنى الكلمة. هذه المباراة الممتعة جدا من هذا الفريق. جوميز، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. لمسة بينية. انتهت المباراة. لقد فعلوها. إنهم الأبطال عن جدارة واستحقاق. يا له من إنجاز هائل. وبالتأكيد ستستمر احتفالاتهم طوال هذا الليل. الأبطال يحققون الكأس اليوم. هذه بطولتهم. بعد أن قدموا كرتهم ومتعتهم. هيا لنحتفل معهم.